طيب كل النجوم بقى في العالم والوطن العربي يعني الحقيقه حدث الاوسكار ده بالنسبه ليهم مهم جدا، لان هم طبيعي ان هم بيكونوا متابعين جيدين للافلام اللي بتكون مترشحه وللاغاني اللي اتعملت في 2015. الفنانة سميرة سعيد نشرت على أحد المواقع الفنية ترشيحاتها للأغاني اللي ممكن تاخد جايزة الأوسكار واللي هيكون النهاردة. نشرت حوالي 5 أغاني في رأيها هم أحلى الأغاني اللي اتصورت. قالت كمان إنها بتتمنى فوز المطرب الأمريكي سام سميث وليدي جاجا. الأغنية هي أغنية إرندت، هي من فيلم 50 شادز أوف جراي، واللي مغنيها اللي هو ذا ويكند. من وجهة نظري من أحلى الأصوات اللي سمعتها الفترة الأخيرة. الأغنية حققت نجاح كبير قوي في فرنسا وفي أمريكا بس أنا من وجهة نظري إنه مش هي أكتر واحدة بتنافس على الأوسكار، يعني أنا شايف إنه حظوظها قليلة. الأغنية نفسها أو حتى معظم الأغاني اللي موجودة في الأوسكار السنة دي أو اللي مترشحة كلها تعتبر كلاسيك قوي. أغنية تانية هي أغنية مانتاري غناء جورج رولف، هو مغني وناشط اجتماعي كمان في نفس الوقت. الأغنية ده من فيلم وثائقي ريسينج اكستنشن اللي بتدور أحداثه في أجواء علمية الأغنية كلها، بس برضو أنا شايفة إن حظوظ الأغنية الفوز بالجائزة دي مش قوية قوي. الأغنية الثالثة اللي هي Simple Song 3 من فيلم يوث، هي موسيقى دي من تأليف ديفيد لانش. الأغنية ما بتبقى في لحظة أهم المحركات في قصة الفيلم يعني، بس أنا برضو بقول إنه اللي جايين اللي هم الرابعة والخامسة دول أكتر أغنيتين هينافسوا بقوة. وفي خط كامل في الفيلم يتكلم عن الأغنية دي ودورها في حياة بطل الفيلم لحد ما الأغنية في لحظة ما بتبقاش أحد أهم محركات في قصة الفيلم يعني. الأغنية الرابعة Till It Happens To You دي برضو من فيلم وثائقي The Hunting Ground، الأغنية من غناء ليدي جاجا، معروفة على عليها اختلافها طول الوقت، كل شوية بتفاجئنا بحاجات مختلفة خالص من ناحية الكلام واللحن وخصوصا التصوير. التنفيذ برضو كلاسيكي بس صوتها وهي والكلام والحدوتة كلها لا رائعة، شايفة هي بتنافس بقوة في الأوسكار، أعتقد تبقى هي نمبر 1. الأغنية الخامسة والأخيرة اللي هي فيلم جيمس بوند اللي فات لو سبكتر، من وجهة نظري في الخمس أغاني دي أحلى أغنية. سام سميث بالنسبة لي من أحلى الأصوات اللي موجودة حاليا، يعني صوت اللي ما بيعرفش المستحيل، بيغني كل حاجة يعني اللي هو في كل الأماكن حلو. دي من الأغاني اللي هتفضل طول الوقت الناس بتفتكرها طبعا عشان فيلم أساسا جيمس بوند، والأغنية في حد ذاتها حاجة رائعة يعني. يعني أنا شايفة من الآخر إنه سام سميث هو اللي هيكسب أو نفسي هو اللي يكسب، وليدي جاجا طبعا عشان هي خارج التوقعات طول الوقت، الاثنين دول يبقوا أكثر حاجة مرشحة بقوة إنها تنول جايزة يعني. ولو أني أنا شخصيا حابة إنه سام سميث هو اللي يكسب.